مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى برنامج مقابلة خاصة وحصرية مع الأستاذ قيس سعيد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. أستاذ أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وشكرا على إتاحة الفرصة لي للحديث معكم وللحديث إلى من هو معنا في المتابعة والاستماع. قيس سعيد، هناك يعني خصومكم، هناك من اليسار من يتهمك بالانتماء إلى أقصى اليمين، ومن اليمين يتهمونك بالانتماء إلى اليسار. لا أنتمي إلى تيار معين، لم أنتمي إلى حزب، لا أنتمي ولن أنتمي إلى أي حزب. عشت مستقلا وسأبقى مستقلا، وإن شاء الله سأوارى الثرى في هذا الوطن مستقلا. لم يعني القضايا التي أطرحها لم يجدوا أي تصنيف، هذه التصنيفات لا تعني لي أي شيء اليوم. القضايا كيف نمكن الشعب، القضية الرئيسية تتمثل في كيفية تمكين الشعب من تحقيق إرادته بوسائل قانونية في ظل الدستور بطبيعة الحال، ولكن في ظل تصور جديد. هل ستدخل في تحالفات مع شخصيات أو أحزاب أم ماذا؟ القضية ليست تحالفات في الخفاء أو في الغرف المغلقة، القضية تتعلق بتمني مشروع. الحياة لحظة وموقف، اللحظة تمر حتى وإن حسبت بعشرات العقود، أما الموقف فهو الذي يبقى. لا تحالفات سياسية يعني؟ لا، التحالف حول تصور معين، يعني حول تبني المشروع وليس حول البقاء في السلطة، أو يعني لا تعنيني السلطة في ذاتها، تعنيني القضية الوطنية، قضية شعب، قضية وطن، قضية شباب. نصوص دستورية جديدة، هل في حال فوزكم بالرئاسة ستذهبون إلى قيام باستفتاء حول تنقيح الدستور؟ وإن كان هذا فأي الفصول تعنيكم؟ بطبيعة الحال عملية تعديل الدستور عملية صعبة ومعقدة في تونس، لا يمكن اللجوء إلى الاستفتاء إلا بعد أن يكون المجلس النيابي الذي يتحول بالمناسبة إلى سلطة تأسيسية فرعية إلا أن يوافق. في ذلك الوقت تعرض على الاستفتاء، والاستفتاء للأسف في تونس استفتاء وجد للتصدي للمجلس. علاقتكم في إطار ما يسمى بالرئاسات الثلاث، نعم، في حال فوزكم كيف ترون علاقتكم مع الرأس الثاني في السلطة التنفيذية، رئيس الحكومة وأيضا رئيس البرلمان؟ نعم، سأحتاج النص الدستوري، المرجع هو القانون والدستور، ولكن المرجع أيضا هو أننا في وطن واحد لا بد أن نرتقي بالخطاب ونرتقي بالممارسات عن الانتماءات لهذه الجهة أو تلك. القضية هي قضية شعب، إما أن نكون في مستوى المسؤولية التاريخية وإما أن لا نكون. من صلاحياتكم تعيين، نعم، وزيري الدفاع والخارجية، نعم، أي شخصية ترونها لهاتين الحقيبتين؟ سيأتي الوقت إن شاء الله للحقيبتين المذكورتين، نحن الآن نسأل هذه في المرحلة، ولكن سيأتي بالتأكيد الوقت في إطار التصور. تختار الشخص الذي يؤمن أساسا بأننا دولة مستقلة ذات سياسة، ولكن دولة بالنسبة إلى العلاقات الخارجية، ولكن دولة مفتوحة، ستبقى مفتوحة، لها رصيدها، لها اختياراتها، ولها علاقاتها في محيطها الطبيعي في شمال إفريقيا. بعلاقتكم بحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية وأيضا الأحزاب ذات المرجعية السلفية والمتشددة، أي علاقة لكم بها؟ ليست لي أي علاقة مع أي حزب، ولست مرشحا لأي حزب، دائما مستقل. عديد الملفات الحارقة في الحقيقة في تونس ما زالت لم تلقى طريقها إلى الحل، على غرار ملف الاغتيالات السياسية، نعم، شهيدا شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وأيضا الجهاز السري، نعم، لحركة النهضة. كيف ستتعاطون مع هذه المسائل في حال فوزكم؟ كل الملفات في تونس حارقة، ليس هناك ملف غير حارق. الملفات هذه كلها يعني تتعلق بالقضايا المنشورة أمام القضاء. أنا ربما الوقت لا يسمح بالحديث عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وكان لي تصور مغاير تماما لما تم وضعه، ولكن
قضاء مستقل خير من ألف دستور. لماذا تعيدون فيما يتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية في تونس؟ لا أوجه الاتهام إلى جهة معينة، المهم أن يتولى القضاء دوره كاملا بصفة مستقلة عن أي طرف سياسي. هناك أيضا قضية أخرى تعطلت، إرساء المحكمة الدستورية. كيف نعم. ستتعاطون معها؟ لماذا للأسف هل ستكون محكمة في ظل هذه التوازنات؟ يعني كل طرف يريد أن يكون له فيها نصيب. الاختيارات التي تمت خاطئة، يعني 4-4-4 وكل واحد يريد أن يكون مسيطرا على المحكمة الدستورية، والأمر ليس بالهين، لأن المحكمة الدستورية ستقوم بدور تأسيسي، هي التي ستؤول أحكام الدستور، يعني فضلا عن دورها في التشريع. يعني الأمر ليس بالهين، اختاروا هذه الطريقة، ولأنهم اختاروها لم يكن الاختيار بريئا، كان مرتبا له حتى يسيطر كل طرف أو تسيطر كل جهة على المحكمة الدستورية. هل ستكون محكمة بهذا الشكل؟ هناك بعض المسائل الخلافية في تونس. نعم. مثلا قضية الأعدام، المثلية الجنسية، قضية المساواة في الميراث، رئيس الجمهورية القادم في حاله كان قيس سعيد، كيف سيتعاطى مع هذه المسائل؟ هذه المسائل طرحها الشعب التونسي عندما ثار وانتفض وطالب بإسقاط النظام. هل طالب بالمثلية؟ هل طالب يعني بالقضايا هذه التي تطرح؟ يعني طالب بحقه في الحرية وفي الكرامة وفي الكرامة الوطنية في الشغل. منذ 2011 بدأ صرف الأنظار عن القضايا الحقيقية نحو قضايا غير مطروحة. طيب نأتي الآن إلى تونس وعلاقاتها الخارجية. نعم. نبدأ بما يحدث في الجارة ليبيا، ما هو موقفكم من الصراع بين الشرق والغرب؟ نعم. هناك شرعية، هناك قرارات الأمم المتحدة. للأسف الممارسات التي تحصل على الأرض في قطيعة تامة مع الشرعية، وأعتقد أن الطريق الأفضل، يعني الأمر معقد جدا بالنسبة إلى ليبيا بالنظر إلى هذه الأوضاع على الأرض المخالفة للشرعية الدولية، لنحتكم إلى الشرعية الدولية، يعني هذا هو المطلوب. ولينتهي هذا الوضع في ليبيا، لأن أشقائنا في ليبيا هم أشقاؤنا، ما يؤلمهم يؤلمنا وما يفرحهم يفرحنا، نحن شعب واحد. وفي المهم أن نمكن الشعب الليبي من اختيار ما يريد لتحقيق ما يريد بنفسه. هناك جارتنا الثانية الجزائر. نعم. ما رأيكم في الحراك وما تعيشه الجزائر؟ هذا أمر جزائري، اختيار الشعب الجزائري، يعني هي اختياراته، لابد من احترام اختياراته. لنا نحن شعب واحد أيضا، أشقاؤنا في الجزائر، مصيرنا واحد، تاريخنا واحد، ولكن هذه اختيارات الشعب الجزائري هو الذي يختار بمفرده دون تدخل أي جهة أخرى. وقلت يعني نحن أشقاؤنا في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا أشقاؤنا، ولا يعني هم الذين يختارون بكل حرية، وهذا ما قاله الشباب الجزائري، يختار بكل حرية ويحقق ما يريد دون تدخل أي طرف. بهذه الكلمات أختم معكم الأستاذ قيس سعيد المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية، شكرا على رحابة صدركم.